معانا هاتفيا الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي وقراءه في ابرز عناوين الصحف. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك وصباح الفل على كل الساده المشاهدين كل جمهور النادي الاهلي. صباح الخير استاذ عبد القادر، وانا وكريم هنناقش بقى مع حضرتك بعض الناشطات اللي كانت يعني بارزه امبارح ويمكن اهمها اليوم السابع وهبدا بيه، والمنشط بيتحدث عن كده: محمد صلاح انتصار ليفربول بدايه لاستعاده الثقه وسعيد بالعوده للتهديف. ده كان تصريح عن محمد صلاح. بتشوف ازاي مباراه امبارح من بين ليفربول وايفرتون والتالق اللي عاد الى حد كبير لمحمد صلاح، وزي ما بيتقال كده الايه اتقلبت، يعني ابتدت الناس ترجع تاني تشكر في محمد صلاح، ابتدت الناس تاني تثق في ليفربول اصلا كسكواد. بتشوف ده ازاي؟ وايه اصلا يعني ايه فكره هنا اللي حصل؟ إيه ليه عدم التالق ده وبعدين العوده اهو تدريجيا الا خلينا نقول الى هذه اللحظه يعني؟ هو طبعا امبارح محمد صلاح زي ما حضرتك قلت يعني هو عمل اداء زي اللي احنا كنا متعودين عليه بالظبط. صلاح عمل حتى السبرنت اللي عمله في الهدف ان هو قطع 70 متر في حوالي 7 او 8 ثواني علشان يعمل هجمه مرتده وتحاول دفاعي عظيم جدا، يعني كانك بتشوفي الصوره فيها لاج او فيها بطء ومحمد صلاح بس هو اللي بيجري، كانه الصوره ثابته ومحمد صلاح هو اللي بيجري. فكانت لقطه معتادين عليها قبل كده من محمد صلاح، سواء حتى لما كان في المنزل او حتى مع منتخب مصر او بعد كده مع نادي روما، كان دايما الانطلاقات والمرتدات السريعه دي هي سمه محمد صلاح. فالناس اغلبها يعني قالوا ان خلاص محمد صلاح ما بقاش يقدر يعمل السبرنتات ديت لان الكتله العضليه كبرت، لانه تقدم في السن، الحاجات دي كلها. لكن محمد صلاح امبارح قال لهم لا، يعني ما لسه محمد صلاح وعمل سبرنت الحقيقه يعني ممكن يتصنف السنه دي ان هو اسرع لاعب في الدوري الانجليزي اعتقد، يعني لو تم تحليل اللقطه اللي جري فيها من بوكس تو بوكس يعني من جزاء ليفربول الى منطقه جزاء ايفرتون وقدر يسجل هدف. طبعا لمسه الهدف كمان في منتهى الذكاء، يعني هو مش ما عملش مجهود كبير قوي ان هو يفنش الكوره، هو بس حط رجله في طريق الكوره فراحت للشباك. طبعا هو تصريحات كمان محمد صلاح بعد المباراه الحقيقه يمكن احلى من الهدف، يعني هو تصريحاته امبارح الحقيقه تدرس يعني بالنسبه للاعبين حتى المحليين او اللاعبين البعيد شويه عن الاحتراف، لان هو حتى تصريحاته امبارح بيقول انا كنت زعلان ان انا ما بسجلش اهداف، لكن اللي مزعلني اكثر ان احنا ما كناش بنكسب، لكن لو كنت بسجل ولو ما كنتش بسجل والفريق بيكسب ده كان هيبقى ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. طبعا هو برضه هزر شويه قال انا نسيت الاجوان بتيجي ازاي والكلام ده كله، لكن كمان المح خلي بالك لسبب من اهم اسباب غيابه عن التهديف وغيابه عن التالق، وقال ان تغيير طريقه اللعب بالظبط وجود اثنين لاعبين في الهجوم جداد كل ده ساهم في عدم التاقلم بشكل كويس. حتى قال هو دلوقتي انا بدات افهم داروين نونيز بيلعب ازاي، هو بيحاول كمان يفهم. فكل دي تلميحات كده ما بين السطور في تصريحات محمد صلاح بيقول يا جماعه انا ليه السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، النادي هو جايب 8 اهداف بس في الدوري الانجليزي، ده رقم طبعا خلاه بعيد جدا 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 عن المنافسه. يعني كنا لسه بنتكلم عن هالاند 25 هدف، هاري كين 17 هدف، بعد كده محمد صلاح 8 اهداف، وطبعا في ما بينهم يعني ده مش محمد صلاح فعلا. عشان كده استاذ عبد القادر لو تتفق معايا في النقطه دي اتكلمت فيها انا وكريم قبل كده، كنا بنقول عندنا علامه استفهام على قصه تحميل محمد صلاح ان ليفربول مش موفق هذا الموسم، رغم ان احنا اتكلمنا في نقطه ان يعني كلوب هو اللي مغير طرق اللعب، وحتى محمد صلاح اتكلم عن النقطه دي اكتر من مره. فانا ليه بلوم كجماهير ليفربول محمد صلاح عن عدم او تراجع ليفربول؟ يعني الموضوع كان برضو غريب جدا، يعني هو كلاعب مش دوره ان هو ينجح او يفشل فريق لوحده، بلس ان طرق اللعب اوريدي اتغيرت وهو لم يتم تدريبه بشكل كبير بما فيها بشكل مركزه احترافي. بما فيها مركزه هو شخصيا في بعض الاحيان، فالموضوع غريب شويه يعني. طبعا يعني ميسي نفسه اعظم لاعب في العالم وفي التاريخ من وجهه نظر انا الشخصيه، يعني شفناه مع الارجنتين كان بيعاني ازاي لان ما كانش معاه سكواد يساعده، حتى كذا مره كان بيخسر في كاس العالم، كذا مره كان بيخسر في كوبا امريكا، لحد ما ربنا وفقه وبقى معاه فريق يقدر يساعده، بقى معاه مدرب زي سكالوني يقدر يساعده. نفس الكلام مع محمد صلاح، هو الفكره ان فرقه ليفربول حقيقه كان قرار غريب جدا من يورجن كلوب وفرقه ليفربول ان هم يغيروا طريقه اللعب، يغيروا كمان السكواد، يجيبوا يفشكلوا الهجوم اللي كان ناجح جدا، يعني ثلاثيه صلاح وماني وروبرت فيرمينو كان الحقيقه ثلاثيه ممتازه داخل عليهم جودة برضه تمام. حتى الناس انتقدت ان هم راحوا يتعاقدوا مع مهاجم ب 100 مليون يورو نونر من بنفيكا وهم كانوا محتاجين مراكز اهم من مركز المهاجم، فكل ده اتلغى. حتى كريم بيتكلم ان محمد صلاح كمان مركزه اتغير في الملعب، يعني بعد كان
بيبقى جناح بيخش في القلب، لا بقى جناح بيلعب على الخط وبيحاول يلعب على القياس زي الجناح اللي في مانشستر سيتي مثلا في فريق بيب جوارديولا، ده ما كانش الجناح بتاع يورجن كلوب خالص. فهو كل التغييرات دي طبعا اثرت بالسلب كتير على محمد صلاح، وده تزامن كمان مع اول موسم لمحمد صلاح بعد تجديد العقد، والكل قالت لا محمد صلاح شبع ومحمد صلاح ما بقاش عنده دوافع. لكن انا اعتقد ان الامور مش كده خالص، هي بس فكره التاقلم، وزي ما قلت لك تصريحات محمد صلاح امبارح هي كشفت كل حاجه ووضحت كل حاجه، ونتمنى له طبعا ان هو يرجع تاني، لان هو دلوقتي الفرق ما بينه وما بين المركز الرابع المؤهل للتشامبيونز ليج 6 نقاط، فيقدر ان هو يرجع لان الموسم لسه طويل ويقدر يبقى في فرصه. مظبوط. جميل، نروح بقى مع حضرتك لمنشات تاني، والمره دي من بوابه الاهرام، والمنشات بيقول دوري ابطال اوروبا ميلان يسعى لتجاوز احزانه المحليه على حساب توتنهام. وانا سؤالي لحضرتك يا استاذ عبد القادر هو ميلان وتوتنهام وضعهم يكاد يكون متشابه قوي، يعني هما الاثنين في عرض اي فوز والسلام حتى لمصالحه جماهيرهم، فشايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي، وشايف وضع كل واحد فيهم عموما عامل ازاي؟ والله بص، يعني دايما في على كل سفره كده في حد مهم قوي، في ناس اقل اهميه شويه. اعتقد ان الاثنين اللي هيلعبوا النهارده هم يمكن من مع الاحترام الكبير جدا لتاريخهم، لكن هم غالبا هيكونوا ضيوف شرف مش هيكملوا معانا لاخر البطوله، لان انت بتتكلم في ميلان صعبه جدا، الدوري الايطالي الفتره الاخيره بقى متقلب جدا، كل سنه بنشوف فريق جديد بينافس، كل سنه بنشوف فريق جديد بطل بعد طبعا اللي حصل ليوفي يوفنتوس في الفتره الاخيره، خلاص ساب العرش اللي كان محافظ عليه 9 سنين ورا بعض، وابتدت الانديه الايطاليه تتناوب على الفوز بلقب الدوري. الناحيه الثانيه توتنهام رغم انه عمل ماتش كويس جدا قدام مانشستر سيتي بدري، يكسب 1-0 بهدف هاري كين، رجع بعد كده حصلت له انتكاسه كبيره قوي، خسر 4-1 قدام مانشستر سيتي، وبالتالي هي دوري ابطال اوروبا هتبقى فرصه كبيره. طبعا شفنا توتنهام قبل كده بيصعد الى نهائي دوري ابطال اوروبا، اما ميلان فهو لسه بيحاول يرجع تاني كفريق ضمن فرق دوري ابطال اوروبا بعد فتره غياب طويله جدا الحقيقه. فهي المباراه النهارده يعني مجرد ان احنا نشوف ميلان او توتنهام في دور الثمانيه ده هيبقى نجاح كبير جدا جدا بالنسبه لهم، هيعتبر موسم سيء ابدا للفرقتين، لان الفرقتين مش معودين دايما ان هم في السيمي فاينل كل سنه او في الكوارتر فاينل، او حتى حد فيهم بيقدر ينافس على البطوله. حتى توتنهام لما تاهل الى النهائي في 2019 وخسر من ليفربول، كان الناس كلها عارفه ان توتنهام هيتاهل عشان يخسر من ليفربول، دي كانت فرصه طبعا لمحمد صلاح ان هو يكسب، يبقى عندنا لاعب مصري يعني دوري ابطال اوروبا. لكن النهارده المباراه زي ما بقول لكم يعني هي غالبا هتفضل لنا فريق هيخرج الدور اللي جاي او اللي بعده بكثير، لكن ما اعتقدش ان حد فيهم النهارده من المرشحين، على عكس الماتش الثاني، الماتش الثاني ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، اعتقد ان واحد منهم ممكن يكمل معانا للنهائي او يكسب البطوله كمان. رائع جدا. نروح بقى للشرق الاوسط وموضوع برضو لطيف نتكلم معه، والمنشط كالتالي: نخبه الانديه العربيه تتاهب للمشاركه في كاس الملك سلمان. هل هنا احنا بنتكلم ان الاتحاد المصري مثلا هيرشح الاهلي والزمالك، ولا بسبب الاوضاع ومشاركتهم في الدوري وافريقيا ممكن الاتحاد المصري مثلا يرشح انديه اخرى؟ وجهه نظرك ايه استاذ عبد القادر؟ هو طبعا الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا الموضوع معقد شويه، المفروض النادي الاهلي هيشارك في دوري السوبر الافريقي اللي هو جايزته توصل 10 مليون دولار لصاحب المركز الاول، مش عارفين لسه البطوله هتتلعب امتى، مش عارفين البطوله هتتلعب ولا ممكن يتم تاجيلها. طيب هو هيشارك في دوري السوبر ودوري ابطال افريقيا، هيبقى عنده كمان دوري ابطال عرب، ودوري ابطال عرب كمان جايزتها او اللي هو كاس الملك سلمان، طبعا هو كل دوره بتاخد اسم احد زعماء العرب طبعا، بعد طبعا الشيخ زايد في الدوره الاولى والملك محمد في الدوره الثانيه ودي الملك سلمان في الدوره الثالثه. فطبعا جايزتها كبيره، يعني اخر جايزه ليه كانت 6 مليون دولار وده برده رقم كبير، يعني ده رقم محترم جدا، يقدر ينعش خزينه اي نادي في مصر طبعا وعلى راسهم النادي الاهلي. بتكلم لما حتى لو وصل السيمي فاينل، حتى لو وصل كوارتر فاينل، كلها بتبقى جوائز كبيره جدا تكاد تتفوق كمان على جائزه دوري ابطال افريقيا. لو وصلت دور الثمانيه في دوري ابطال عربي انت بتاخد نفس الجائزه تقريبا في دوري ابطال افريقيا لما تكسب البطوله، فهي مشاركه مهمه حتى على الصعيد المادي. لكن كمان مش عايزين ننسى بقى ان الانديه السعوديه دلوقتي عندهم مصر كريستيانو رونالدو، عندهم الهلال اللي شفناه وصل كاس نهائي كاس العالم، في كتيبه من المحترفين، فالانديه السعوديه برضه تبقى خصم سهل. يمكن البطوله كمان تبقى اصعب من دوري ابطال افريقيا بسبب وجود 3 انديه سعوديه، صعبه جدا جدا التفوق عليها
من اي نادي، وان كان طبعا اخر مواجهه بين النادي الاهلي وبطل اسيا نادي الهلال. النادي الاهلي تفوق طبعا رباعيه نظيفه، ولكن تظل دايما بطوله صعبه وماتشات صعبه جدا. رائع جدا استاذ عبد القادر، بنشكرك جدا انا وكريم اكيد يعني على هذه القراءه المحترمه، بنشكرك، شكرا ليك.